قلت لك انك ما نسيتهم، ما حتقدر تنساهم. حاجة تهرب من الحقيقة، ما راح تقدر. هذا الشيء كان بتبلو السيارة، واليوم أخذتها وغسلتها وفضيتها من الكركيب، ولقيته ما عرفت شو أعمل فيه. الصور اللي على الحيطان بكل زاوية وغراضها وتيابها، قادرة شم ريحتها بكل مطرح ببيتك. فيك تقلي ليش محتفظ بكل هدول؟ سامي، هاي. بعتذر، كنت نايمة وعايتك شي؟ لا لا لا، هول شو؟ هاي دول أغراض أختك، مكياجيتها وتيابها برفاناتها وكل شي بخصها. ايه، وليش جايب لي اياهم؟ جبت لك اياهم لقلت بركي بتتصرفي فيهم بمعرفتك، يعني انت أدرى بهذا الموضوع. لا، أنا ما بدي شي منه وما عندي محل أساسا. طب وأنا شو بعمل فيهم؟ ما بعرف، اعطيهم لشي حدا او اتبرع فيهم. شادي منيح؟ ايه منيح. مرق لي قبل الويك اند، اشتقت له. ماشي، باي. ما بدي منها شيء. من انا وصغيره واهلي بيجبروني البس الثياب اللي صغرت عليها. اكيد كنت البسهم، كنت مجبوره. إيه بس هلا خلص بشتغل وبجيب اللي بدي اياه، ومني عايزه حدا. كنت البس لها ثيابها هي وعايشه، بدي البسهم بعد هي وميتة، ما بفهم. كيفك لينا؟ أنا فكرت منيح بكل شيء حكيناه. معك حق، يمكن لازم نترك الأيام هي اللي تاخذنا مطرح ما بدها، وإذا لازم نكون مع بعض بنكون مع بعض، وإذا لا هينا أصحاب. ديري بالك على حالك، وإذا عزتي أي شيء أنا موجود. شو هول؟ ماشي، مهم شوية اغراض لإلك، إن شاء الله يعجبوكي. اغراض لإلي؟ إيه، يلا تعا جربيهم واللي ما بيعجبك فينا نرجع. واو. كتير حلوين. خي؟
عن جد ميرسي كريم. هلا اهم شيء تفوت تجربيهم تنشوف قياسهم اذا منيح. يلا اوكي هلا، بس قل لي ليش جبت لي هالغراض؟ هيك لاني ببساطه بحب اشوف الناس اللي حولي مبسوطه ومرتاحه. بعدين نحن مش فريند. ايه بس انت بتعامل كل فريندز هيك؟ ايه بحب اشوف الناس مبسوطين ومرتاحين وعلى ال 24. بس بدون بس، انت مفكره انه شغله هين الانسان يشوف اللي حواليه مبسوطين ومرتاحين؟ معك حق. طب لكن رح فوت قيس. رح نفوت نقيسهم. هودي كلهم اللي شايفهم بدي يتسكروا بالمعجونه، واشتريت كهرباء كلها بتتضبضب. يلا كيف الشباب؟ كيفك يا نعيم؟ اهلا خوجة سامي. انا بدي اعتذر على اللي صار مع برهان. نحن مهجولين منك، اصلا الحق مش عليك. هو ولد طايش واهوج، ياما نصحناه وقلنا له بعد عن هالزعران. والله امه ما عم توقف دمعتها. بسيطة بسيطة. حكموه؟ حسبوا له اياها تعاطي، رح يضل موقوف ثلاث اشهر. بس يرجع مكانه محفوظ بالشغل. يعني منك زعلان منه؟ بلا زعلان منه، بس برهان بعده ولد وبيستاهل فرصة جديدة. كتر خيرك خوجة سامي، أنت ما في منك. المهم هلا نشاهد بهالورشة الجديدة لأنه كلنا فلسنا. إيه والله فلسنا، الله بيعين. يلا كمل شغلك. ألو. أهلين سامي. أنا بعثت لك مسج قلت بركي تكوني نايمة. لا لسه ما نمت. طمنينا عنك، أنت منيحة؟ سامي ممكن ترجع تقرا المسج اللي بعثت لي إياها؟ ليه شو في؟ رجع اقراها. لحظة. ألو. قريتها؟ أنا ما بعرف شو صار معي، يمكن كنت شارد وما انتبهت، عن جد بعتذر. كاتب لي فرح حاكيني. هذا اللي قصدي عليه وأنت ما فهمتني. أنت بكل لحظة عم تفكر فيها وما عم تقدر تنساها. والعادي سامي، ما في مشكلة. أنت لساتك بتحبه. هيدا ما بيسموه حب. هيدا شو اسمه هاد؟ مرحبا. أهلين. حضرتك سامي الأبيض؟ إيه نعم. تفضل لو سمحت. مديلي هون إنك استلمت الأمر من النيابة العامة. نيابة العامة؟ صح. شكرا. إلينا. بعتذر اني وعيتك. هلا اجاني بلاغ من النيابة العامة. بدهم اياني انزل بكره الصبح. هلا بدهم يجبروني اعمل فحص دي ان اي لشاتي. رح تعمله؟ اكيد ما رح اعمله. روحوا بلطوا بحر. ليش ما بدك تعمله للتحليل؟ لانه شادي ابني. شادي ابني ومش مضطر اني اثبت هذا الشيء لحدا، مش مضطر اثبت هذا الشيء لحدا، شادي ابني انا. لينا يرجع احكيك بعدين. ايه برجع بحكيك بعدين. باي باي باي. وصلنا استدعاء النيابة. بدي اقول لك انه اللي عم تعمليه كثير غلط. خلينا نوفر هالبهدله بيناتنا لانه شادي ابني. بكفينا فضايح بين الناس. اذا ابنك ما لازم تخاف.
وما ضروري حدا يعرف. انا من ناحيتي ما راح اجيب سيري لمخلوق لتطلع نتيجه التحليل. مهما خبينا الناس راح تعرف. انت مش خايف من الناس، انت خايف من النتيجه، ولهيك انا مصممه نعمل التحليل ونروح بكره على النيابه. عن اذنك. ليش كذبتي علي؟ ليش كذبتي علي وقلتي لي انه ما في علاقة بينك وبينه؟ ليش؟ جوزك كان طاير عقله من الفرح، مو عاطي فرحته لحدا انك حامل. أنا ما كذبت عليك، فهمني، ما كذبت عليك. أنا بعرف كل شيء، متأكدة كنت عم بحسب كل شيء، بعرف إني حبلة منك. كيف عم تقدري تنامي معه ونحن على أساس مع بعض؟ أنا وقلتي مع بعض، منحب بعض على أساس، كيف عم تقدري تنامي معه؟ عم تحكي جد أنت؟ عم تحكي جد؟ كأنك ما كنت عارف إنه هذا الشيء كان عم بيصير، كنت مجبورة أعمل أي شيء، أي شيء كرمال ما يشك. سامي بعده جوزي من وراك، من وراك أنت. يلي عملتي بيقرف، يلي عملتي بيقرف شو ما كانت أسبابه، بيقرف. بس لي أنا عملته بشع ما هيك؟ بس أنا ما عم كذب عليكي، أنا كنت واضح معك من الأول، أنا ما عم كذب مثل ما أنت عم تعملي. أوكي، تعرف شو؟ حانطر الولد تيجي، وبس يجي حعمل له فحص، وبس تتأكد إنه ابنك حكون واضحة مثلك وخبر كل العالم الحقيقة، لينا وسامي وكل العالم. تكني فرح، فرح، أهلاً بالمعلم سامي. حبيبي أبو خليل، الحمد لله على سلامتك. اشتقنا لك، الله يسلمك. قلت لك شغلتك صغيرة، مرقت على خير. إلا شو بدك؟ بدي تعمل لي باسبورين مزورين لإلي ولابني شادي، وهدول الصور. شو بدك فيهم؟ أنا هلا مش حب أحكي بهيدي السيري. قد إيه بكلفوا؟ بكلفك الواحد 1500، نص الدفعة هلا ونص الثاني على التسليم. وبقدر امرق فيهم على المطار بدون ما حدا يعرفني؟ اكيد فيك تروح فيها على هواي، واذا بدك بعمل لك اياهم على جزر الدومينيكان او جنوب افريقيا. ممتاز ممتاز، بس قديش بده وقت حتى يخلصوا؟ يومين ثلاثه بالكثير. ما قلت لي ليش بدك تسافر بباسبور مزور؟ قلت لك مش حب احكي بهيدي السيره. طيب بينقصك شي قطعه سلاح، في يجيب لك من مسدس 914 لصاروخ التوماهوك. لا لا، انا سلاح ما بيلزمني ابدا. تفضل المبلغ. معوضين. بس يجهزوا الباسبورات بحكيك. لا لا، أنا بحكيك، لأنه هذا الرقم أنا رح سكره. ببقى بتصل فيك على الواتساب من رقم جديد، ماشي؟ هو هيك. يلا، سلام. الله معك.
الو كيفك؟ ماشي الحال. حبيت اطمن عنك، انت منيح؟ لينا انا ما عاد في حدا بهدني اوثق فيه غيرك. في شيء؟ لا لا ابدا ما في شيء. يلا بدي سكر، تصبح خير. استنى قلي شو بدك تعمل. طمني ما رح اعمل شيء غلط، طمني. سامي قلي بشو عم تفكر. بابا خلاص لينا انا برجع بحكيك بعدين بس قادر. ماشي يلا باي. طيب وانتو صار معكم شي جديد بالتحقيق؟ يعني هالتحقيق كل ما نوصل لطرف خيط عم يفلط منه. هلا شاكين انه يكون عامر الباشا عم ببيض اموال او بجوز شي اكبر من هيك. اف تبييض اموال؟ متأكدين يعني؟ يعني عم نتحرى بالموضوع. يعني معقول تكون الجريمة كلها ما إلها علاقة اصلا بالخيانة؟ ما بعرف بس بيني وبينك صرت شاكك انه عامر الباشا خصو بالجريمة. ليكي حبيبتي في معي برايفت كول، برجع بحكيكي بعدين. يلا باي باي. الو نعم. كيف عاد حضرت النائب؟ مين معي؟ مش مهم مين معك، مهم يلي عم بيحكيك بده مصلحتك ومصلحة الناس اللي حواليك، مثل مدامتك مثلا او من ولد موزيل. مين انت وشو بدك؟ انا شخصيا ما بدي منك شيء، في عالم هن اللي بدهم، انا شغلتي وصل لك الرساله. اذا ما بدك وجع راس معك لبكره الدور تطرق قضيه عامر الباشا وفرح حبيب. اذا ما عملت هيك بكره بالليل بصير بيناتنا حديث تاني. تصبح على خير. لحظه ما تسك ما تسك. الو شو اتصلوا فيك؟ انت كمان هددوه تترك القضيه؟ هددني واحد حاطط على بوزو على البيت فول فاضي. شو هدول عم بيلعبوا فينا؟ عم بخوفونا؟ في حدا خايف نوصل له وتحرك هلا لانه حس انه عم نقرب منه كتير. وهي القصه ما لها علاقه لا بفرح ولا بعامر ولا بالخيانه. روح نام هلا، نام وما تفكر بالموضوع، بكره بكفي حديثنا على رواق. تصبح خير. أنت من أهله سيدنا. مساء الخير. مساء النور. شو نام؟ اشتاق له كتير ما؟ شو رأيك؟ كتير مشتاق له، مالي متعود يبعد عني كل الوقت. انت اللي كنت بدك تتركه وتخرب كل شيء. فينا ما نحكي بهالقصة مرة تانية لينا؟
ما بدنا نحكي فيها. اي بس وعدني شو ما صار بيناتنا من مشاكل وخناقات ما عاد تهدد انك بدك تترك البيت مره ثانيه. اي ما راح يصير هيك شيء. خلص ما راح يصير هيك شيء. وعدني. ما راح يصير هيك شيء. ما راح يصير هيك شيء. شو رأيك بكرة نظهر نتعشى أو نحضر سينما؟ يعني شايفني الجلدة أتعشى أو أحضر سينما أو أعمل شيء؟ وأنك شايفني مش طايقة حالي؟ ما بدي هالقد، ما بدي هالقد. سامي بشرفك تركني خلص. شو بك عصبتي ليه؟ حياتي ما عم بقدر شم ريحة البارفان تبعك، كل الروايح عم تقتلني. هيدا يمكن من الحبل، بس أنا حاسس إنه في شيء تاني. أنت منيحة؟ شو بده يكون فيه؟ لا عين نفس واستفراغ كل الوقت ودوخة. بس هيك؟ بس هيك؟ شو رأيك أنت تجرب نهار واحد، نهار واحد تكون محلي تشوف شو كنت عملت؟ يا روي روي، شو بك بتهبي مثل البارود كل ما حدا حكي معك كلمتين؟ أنا بس عم اطمن عليك وحتلين همك. حبيبي في نسوان حبلهم صعب، والهيئة أنا واحدة منهم. إذا بدك هالحبل يمرق على خير وجيب لك هالولد بدك تحملني شوي. أي فروحة، وأنا كمان اشتقت لك كتير. يلا هلا عم طعمي كنان وبلبس وبجي منشرب القهوة سوا. ماشي حبيبتي، يلا باي. ماشي، باي باي. صباحو. صباحو. كنت عم بحكي مع فرح، رح أنزل على النادي شوي. اي انزلي طيري جو. اشتقت لها كثير وانا بالشام، صارت ادمان. بلاها لهالكلمه ادمان، صرت خاف منها. ايه ما هي فتره ومرقت، كل شيء رح يكون منيح. لازم يكون منيح. طب اسمحلي مشان ابنك على الاقل. تعرف عم فكر نجيب اخ لكنان. اي يا ريت، بس هذا الموضوع لازم نقعد ونحكي فيه اكثر من هيك. عامر ممكن وقت دق لك ترد علي، او اذا كنت مشغول رجع حاكيني، بس لا تخلي بالي مشغول عليك. حاضر. أنا راح أمشي. أبو سامر؟ أبو سامر؟ أهلاً مدام فرح، صباح الخير. كيفك؟ منيح. شو هيدا؟ في شاب بعتك. ما قال لك مين بعته؟ لا والله ما قال لي شيء. أوكي، ميرسي.
ألف مبروك طار عقلي لما عرفت إنك حامل. حبيبي الله يبارك فيك. كيف صرتي؟ يعني نص نص أحسن. أنا كمان عم فكر أنا وعامر نجيب ولد تاني، يعني مشان كنان ومشاننا. تعرفي هلأ بيبي صغير هيك حلو بيقربنا من بعض. هو شو قال لك؟ ما قال لا، بس أنا رح أجيبه. خي برافو عليك. بدك قهوة؟ عامر وينك؟ هلأ بدي أشوفك ضروري. طيب طيب يا ست صباح، ولا يهمك ولا يهمك، نحن حنتصرف. أوكي أوكي. شوفي صباح كان عندها موعد هي وسامي الأبيض مع القاضي، كانوا بدهم يلزموه يعمل فحص دي ان اي للصبي، قام حضرته تغيب متهمته انه خاطف الولد. معناتها خايف من نتيجه التحليل؟ عندي شك انه سامي بيعرف مين بيو للولد. بكل الاحوال سامي ابيض هو واحد من المشتبهين تبعولنا، لازم نلقطه قبل ما يغادر البلد. عمم لي اسمه على كل النقاط الحدوديه، طلع فيه نشره بحث، وراح احط مني رائد لينا كمان. بعتقد بتعرف وين مخبى، هيدي اذا ما مخبى عندها اساسا. هذا ابو علبة فول. كيف حضرت النايب؟ ظن العيد جنبك وعم بيسمعني هو كمان. المهم صار موعدنا وما تركتوا القضية. مهلة خلصت وذنبك على جنبك انت وياه. جد خلي مسدسك معك ويروحوا يبلطوا البحر. يا ما صايرة معنا قصص من هالنوع. هرب؟ هرب وآخذ الولد معه. من امبارح ما حدا بيعرف وينه. كريم سأل اختها لفرح، قالت له من ثلاث ايام ما حكي معه وما بتعرف عنه شيء. انت بتعرفي وينه؟ من وين بدي اعرف؟ لتكوني مفكرتيني اني مخبيته عندي هون بالبيت. فوتي دوري اذا بدك. ماشي ماشي. وينه كنان؟ نايم. طيب ماما انا اسفه، يعني اسفه على الكلام اللي قلت لك اياه، انا ما كان بدي الامور توصل لهون. تبقي بس تفضي، زوري ابو ابنك الملقوح بالمستشفى اذا بعدك بتتذكري، وجيبي معك كنان يشوف ابوه. انا بقول اذا معهم فيز على باسبوراتهم صاروا برات البلد. ما بفتكر، لأنه بتذكر قبل الحادثة سامي كان عم بيقدم على فيزا مع فرح على إسبانيا ورفضوا له إياها، وما بفتكر رجع قدم عليها. كريم معقول معقول شادي ابنه لعامر؟ أنت قلتي، أنا ما قلت شيء. ما عم بعرف إذا لازم أنبسط لأمي إنه فلت قبل ما تشوف كل هالمصايب. ما كانت رح تتحمل. الله رحمها يمكن. بتعرفي أنا عندي مشكلة هلا، إذا ما بين سامي بدي أقعد أدور على مهندس جديد وإكيب جديد حتى يكمل الشغل اللي تركه ابن خالته المصون. يلا خليني أقوم انزل على المكتب شوي
خلص نص النهار وبعدك عم تلهيني. ايه بس لهوة حلوة. مش بس حلوة. عسل. انت ما رح تداوم بقى ولا تركتي وانا مش عارف؟ مش عم بفضى داوم. ليه بقى شو عندك؟ ولا ما بعرف انت قدرة. طب خلص نزل شوي. بس على عيون الموظفين حتى ما حدا ينتبه على شيء. وخاصة انا وياك عم نغط بنفس الوقت. شو هيدا اللي عم تعمله؟ مفكرني مرتك يعني فيك تغلط معي وتراضيني بهدية؟ بعدين شو قصة هالولد التاني؟ رد علي. لينا قالت لك شي؟ ايه لينا راجعة من الشام واخدي قرار انه ترجعك لقلها بأي طريقة. فرح هلأ لينا خايفة وعم تلطش كيف ما كان، بس انا اكيد ما رح جيب ولد تاني منها يعني اكيد. شو بدك تقلها؟ اي حجه بدك تعطيها هالمره؟ ما انت رجعت لها. شو حتقلها هلا؟ فسر لي. انا صرت حاستك عم تلعب فينا نحن اثنين. انا لا عم بلعب فيكي ولا عم بلعب فيها، انا بحبك. بقول لك شيء، بهالكم يوم اللي مرقوا وانت ما عم بتردي علي، انا كنت عم بتعذب كل يوم، عم موت الف موتة. ليه لأني بحبك فرح، بحبك. إيه بس الشغلة بطلت قصة حب وبسط إذا عم نعيشها بالسرقة من ورا ظهر جوزي ومرتك. في ولد ببطني، في ولد ببطني عامر، وحقه يجي على هالدنيا وهو حامل اسم بيو. وفي مرتك يلي كل همها ترجعك لإلها وتجيب ولد تاني منك. شكلك ما رح تخلص منها. مزبوط بس هلا ما فيني بعمل شي فرح. هلا ما فيني بعمل شي، بس اكيد اني ما رح اجيب ولد تاني منها، طمني. ما بعرف شو بدي اقول لك. انت عم تضيع لي حياتي، عم تدمرها. ما بعرف شو بدي. عم بتغرقني معك عامر. كل هول ماني قادرة ابعد عنك. معلش يا حبيبتي معلش. نحن الاثنين ما رح نقدر نكون إلا مع بعض. في عذاب، في مشاكل، مزبوط، بس صدقني كله رح يخلص. كله رح يخلص. وأنا شو اللي مخلي أنا وأنت وبس، بلا سامي وبلا لينا وبلا أي حدا، أنا وأنت وبس. أكيد ساعتين يا قلبي ساعتين. مش عم بقدر وقف أكل، أكيد حأنصح. لو بتصيري أنصح مرة بالعالم بتضلك حلوة. أنا فايتة أتلقح، إذا بدك تاكل سخن الأكل. إيه
حيني مش حاطط لا برفان ولا ديودورون ولا شيء، حتى ما تقولي متضايقة من ريحتك. سامي إذا بتريد بتنام بالصالون، ماني قادرة أتحمل حدا ينام حدي.